الجديد في قطاع التحاليل الطبية أنها كاين تطورات علمية في الآلات وفي الكواشف تسمح بالتشخيص المبكر لبعض الأمراض كأمراض السرطان وأمراض الأيض الميتابوليك، تسمح بالتشخيص تاعها المبكر وإثر جائحة كورونا. المخابر اكتسبت آلات اللي متخصصة في تقنية البي سي آر، التقنية الجينية. هذه الآلات تسمح بتشخيص الفيروسات، فيروس الكوفيد، لكن بعد نهاية جائحة كورونا هذه الآلات راح تسمح لنا باش نديروا بي سي آر هذه التقنية في أمراض أخرى. هذه التقنية هي نفسها اللي تروح تبحث في جينات المريض وتكتشف إلى عنده الطفرات اللي تعرضوا لأمراض كما أمراض السرطان وأمراض وراثية أخرى.